بنسوي نوع من الستينينج اسمه كابسولار ستينينج. واحنا عرفنا ما هو الكبسول، قلنا الكبسول is one of the virulence factors of bacteria. كبسول اذا كابسولار ستينينج، وبنستعمل طريقه اسمها نيجاتيف ستينينج. ونيجاتيف ستينينج it means we will stain the background and we will not stain the thing we want to see. هنا نريد ان نرى الكبسول، اذا النيجاتيف ستينينج ما راح نصبغ الكبسول، وبنخلي الكبسول يكون شفاف، فراح يظهر برايت لونه ابيض ضوء في يمر خلاله في المجهر الضوئي الكومباوند لايت مايكروسكوب، والباك جراوند والاشياء الاخرى هي اللي بنصبغها. هذا معنى نيجاتيف ستينينج، ان الشيء اللي نبغى نشوفه ما بنصبغه، بنصبغ اللي حواليه فهو يظهر مشع او شفاف والضوء يمر من خلاله. هذا معنى نيجاتيف ستينينج. ونستعمل نوع من الحبر اسمه انديان انك، او احيانا نكتب انديان انك اللي بنستعمله لذلك. طيب ما هي الخطوات؟ الخطوه الاولى add a drop of indian ink. هذا موجود الانديان انك هنا، خليني اجيبه واجيب ايضا شريحه على اساس اراويك الطريقه وانا اشرح. الخطوه الاولى يا شباب باجيب الشريحه، هذه الشريحه، وبضيف لها 1 drop of Indian ink، نقطة واحدة، وبضيف النقطة في حافة الشريحة، في ايش طرفها، في الإج. المرة الماضية لما عملنا الجرام ستيننج والهيت فيكسيشن وكذا، وضعنا الدروب in the middle of the slide. This time we put it in the edge. ايش يعني الإج؟ في الطرف، في طرفها. ممتاز، في الطرف الشريحة 1 drop of Indian ink. بعدين باجيب اللوب، عارفين اللوب، وباخذ جزء من كولوني وبعمل سسبنشن ان ذس دروب في الانديان انك بدون ما اعمل سبريد اليها، ما اعمل لها سبريد، اخليها كما هي نقطه كما هي هكذا. باجيب اللوب، هذا اللوب هنا، ممتاز، وفي عندك طبق هناك قدامك لو تسمح لي اخذ منه، تتبرع علينا ب شوية البكتيريا اللي موجودة. طيب إذا هذا الطبق باخذ كولوني منه، بختار الكولوني اللي تكون ميوكويدل، باخذ كولوني تكون ايش؟ ميوكويدل. ايش معنى ميوكويدل؟ من ميوكوس، مخاطية. ميوكويدل معناها من ميوكوس، مخاطية، غروية الشكل، كانها مثل نقطة عسل أو نقطة مخاط. بختار هذه الكولوني اللي تكون بهذا الشكل، باخذ جزء وبعمل ايميلوسيفيكيشن، بدوبها في النقطة. طبعا هنا باخذ أكبر وقت ممكن، وبحاول أضيف عدد كبير من البكتيريا. حاولوا يا شباب تضيفوا كمية كبيرة شوي من البكتيريا، يعني نص حبة سمسم إلى حبة سمسم على الأقل، وبدوبها تدويب كامل، بكسرها، بحاول إنه يكون ما في أجريجيتس. إيش معنى أجريجيتس؟ ما في تكتلات في هذه النقطة. طيب اتخلص من اللوب، بعدين بجيب شريحة ثانية another slide، وبعمل سمير. ايش معنى سمير؟ بفرد كيف بعمل سمير؟ بجيب الشريحة الثانية بهذا الشكل، بحطها هنا في زاوية، وبحركها إلى غاية ما أمسك النقطة. النقطة راح تنتشر على حفة كامل، حفة الـ edge of the slide. بعدين برجعها للنهاية بحركة واحدة هكذا، بنشر النقطة هذه على كامل the slide. إذا أنا بعمل زاوية، شوف الزاوية، السهم باتجاه الحركة اللي بحرك فيها النقطة باتجاه الطرف الآخر. طبعا باجي لغاية ما، طبعا أخليها إيش؟ متزنة، ماسكة. شوف النقطة كيف انتشرت على كافة حفة السلايد الثاني، وبعمل إيش؟ سمير بهذا الشكل. هذا الآن عملنا سمير. هذا السمير بنتظر انه اير دراي. ايش معنى اير دراي؟ بخليه يجف الهواء، اير دراي. طبعا هنا بياخذ يمكن 5 دقائق 10 دقائق، فانا انصحكم تبداوا بهذه الحركه وتعمل السمير، and then you wait for it to air dry. خلال ما هو اير دراي تكتب انت وصف الفرق بين الكولونيز اللي نمت في الانايروبيك انفايرمنت والكولونيز اللي نمت في الايروبيك انفايرمنت، وتكتبها في الدفتر. بعد ما يجف بالاير دراي نعمل فلودينج. ايش معنى فلود؟ نغرق هذه الشريحه بعد ما انها صارت اير دراي بالكريستال فويلت اللي شفناه في الجرام ستيننج. تغرق الشريحه بالكريستال فويلت لمده دقيقه، بعدين رنس ويد ووتر، تغسلها بالماء
ممتاز. وبعد ما تغسلها بالماء تخليها تجف مرة ثانية اير دراي وتاخذها تحت المجهر، ونكون انتهينا من عملية الكبسولر ستينينج، النيجاتيف ستينينج اوف ذا كبسول. ممتاز. بس هذا هو خلاصة الموضوع.